صباح الخير بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد وصباح جديد. ما ديوش اخواتاتي على هاد الروينه اللي ورايا، راه صافي مقطوع عندنا الماء. يلا هطرقوا عندنا الماء وصافي، خاصني الخبز. راني عجنت يا لالا الحداقه ويا لالا، راني عجنت وقرصت العجينه ودايره الفران مسول، الفران راه سخن. غادي ندوز باش نرمي الخبز وندوز نفك هاد الروينه اللي ورايا، وخليكم معايا في الفيديو حتى الاخر. كيف ديما راه غادي نشارك معكم النهار ديالي كيفاش غادي ندوزو غير انا بوحدي في الدار. الفياق بكري اخواتاتي، قالك الفياق بكري الذهب نشري، راني بقيت فايقه من ورا الفجر ما نعش. صافي صليت الفجر الله يقبل، صافي بقيت فايقه. بسم الله، المانيع ما الا خطانا. واو، صافي هبطت الخبز لتحت، عاد فاش دابا نكمل شغالاتي. صايم مع الفرار مشكلة. بالنسبة للغدا خواتاتي، غدا ندير لي غير العدس، غدا ناخد شوية ديال العدس نقيه صافي ونديرو يطيب. الله يجعل شي بركة خواتاتي. أنا خديت هاد الكويمينة، حكيت فيها شوية ديال البصلة، حكيت فيها واحد الريز ديال التومة، ولحت فيها جوج دروسة ديال التومة صاينين، وقطعت شوية القزبر والمعدنوس، وحكيت واحد الميطيشة وحدة. دابا عندي شوية العطرية وزيد الما، ودرت العدس نقيته وغسلته ودرتو معاه. دابا غادي نزيد العطرية والملح وشوية الزيت ونزيد الماء الكافي ونحطها فوق البوط، والخبز راه تيطيب حدايا. بقاو ليا جوج ديال الخبزات. حيت هاد الصندال لحقاش تزلقني، راني كملت الخبز، شطرت الكوزينه من التقريصه وشطرت الفران. دابا غادا نضرب هاد الدار واحد الشفيفه،
كرت غادي نطلع تما نشطب الدروج ونسيقهم على باش ننشف هنايا الدار. نرش الدروج بميها باش ما ديرنيش الغبره. هما الدروج ديال السطح شطبتهم صافي، غادي نجمع التشطيبه هنا. الدروج ديال تحت هما اللي غادي نصيق، هادو اللي صيقتهم راه غادي يعذبوني بزاف والله ما غير رشيتهم بميها وشطبتهم. خواتاتي تبداي ها هو طاب، خبزي حتى هو راه طاب، خليت فيه شويه ديال البهون هادي صيغتي، العدس راه زوين وصحي. خواتاتي شويه ديال العدس، المهم الخبز ها هو طيبته. الحمد لله والشكر لله، الله على راحه شقاي ها هو كملته. دابا راه 12:30 كملت كل شيء، وانا ما تنبغيش نتغدى غنيش وريتكم يعني كيفاش جا العدس وداكشي طيبته معاكم، خاصني نوريكم كيفاش جا. تنبغي حتى نصلي الظهر عاد باش نتغدى. دابا غادا نمشي نضرب واحد التدويشه، نبدل حوايجي من داك الغبار ديال الدروج، وملي اذن الظهر
نصلي هذيك الساعه علاش نحط هذا علاش نحط غدايا نتغدى. ايوا المهم النهار ديالي خواتاتي هو هذا، راني داكشي اللي قسم الله راني شاركته معاكم. كما شفتوا معايا كل مره تندير حاجه، الفيديو اللي داز راني شاركت معاكم خمل الدار اللي الفوق، بقاو لي الدروج هاني تهنيت منهم، الدروج ديال الصحر راني شطبتهم، الدروج ديال التحت راني صيبتهم، باقي لي البيت اللي الفوق تاهو اللي فيه حوايجي وفيه هذوك المار داكشي تاهو خاصو نهار وحدو هذاك ما ندير حتى شي حاجه، صافي نقابلو غير هو نخملو صافي. وديك الساعه نهبط هنايا للدار التحت، باقي لي الكراج، باقي لي الكوزينه، باقي لي البيت عاد واش باقي لي المار نصبنو داكشي. كل مره غادي ندير حوايج وفين ما نديرش حاجه نبارطاجيها معاكم باش نشجعكم وتشجعوني ونحفزكم وتحفزوني. المهم خواتاتي غادي نقول لكم دابا بالسلام عليكم، صلاو في روسكم حتى الفيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد.